السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مليء بالتفاؤل بالجد والإبداع. صباحنا خير مع برنامجنا وبرنامجكم الصباح رباح. يسعد صباحك حصار. يسعد صباحك بالنور والسرور. صباحكم مشاهدينا خير إن شاء الله وبنور الإيمان وطاعة الرحمن. وأبرك ساعة نتواصل معكم فيها في برنامجنا الصباح رباح، ونبدأ مباشرة بالعناوين. ما عليكم إلا تتابعونا. انطلاقة أسبوع المرور الخليجي الموحد في درب السعي تحت شعار غايتنا سلامتك، التوعية المرورية لجميع شرائح المجتمع، ورش عمل وندوات وعروض مسرحية للأطفال. أسبوع المرور اللي بنتكلم فيه اليوم في أكثر من فقرة ببرنامج الصباح رباح، بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية وتراثية، قصة نجاح مع الدكتورة أمينة الهيل من أولى متطوعات قطر، وأزياء مع إلهام الأنصاري، واليوم عن الدراعة، وسؤال اليوم وتطبيق اليوم وغيرها وغيرها من الفقرات. ما عليكم إلا تتابعونا للآخر. أسبوعنا مروري هالأسبوع يا نيلة. أسبوع المرور حافل بالأنشطة المرورية اللي قدموها إدارة المرور، دقة والأمن، تركيز، السلامة والسلامة. أتخيل يمكن يكون في تكريم يعني هالأسبوع، يمكن يكون في تكريم مثلا لأول سائقة، يمكن أو حتى اللي كلش ما خالفه. كل مش مخالفه وتقين ريال ولا مره؟ انا اتوقع مره، لان المره يعني مو بنانه حيازيه، لا لا حد يزعل علي. المراه هي اكثر دقه يعني، وتخاف يعني، مو كلهم يخافون بس انها تخاف تسوي مخالفه. هو عموما الدقه والاحترام والهذي كلنا مطالبين فيه. اكيد كلنا مطالبين فيه. وبعد مشاهدينا عندنا فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد اللي انطلقت أمس بتنظيم من الإدارة العامة للمرور بدرب الساعي. خلونا نشوف تقرير عن الافتتاح. أسبوع المرور له أهمية كبيرة بالنسبة إن كانت على مستوى دول مجلس التعاون، فيها تبادل خبرات بيننا وبين الدول المجاورة. السنة هذه كان الشعار غايتنا سلامتك، وطبعا احنا في أسبوع المرور عادة كل سنة يختارون شعار معين يتوحد بين دول مجلس التعاون. أكيد من الأشياء المستهدفة في أسبوع المرور اللي هي الشباب، نحاول دائما نوصل لهم عن طريق المحاضرات، عن طريق الفعاليات إذا كانت في المدارس أو في المجمعات أو في أسبوع المرور نفسه. السنة هذه ركزوا على الدراجات لأنها هي ظاهرة موجودة بكثرة الفترة الأخيرة. فعاليات مختلفة موجودة في أسبوع المرور، إن كانت للأطفال أو من مسرحيات، من فعاليات خاصة في قرية مرورية خاصة بالأطفال عاملينها على مستوى تقريبا فيها علامات مرورية وشوارع وإرشادات. احنا دائما كل سنه ان احنا نكون من افضل الى افضل، نحاول الهدف في النهايه ان احنا نقلص عدد الحوادث وعدد الوفيات اللي تصير في الشوارع. فنتمنى ان شاء الله النجاح لهذه الفعاليه، وان شاء الله نكون يعني قدرنا نقدم شيء جديد في لسنه 2013 اللي هي غايتنا سلامتك. يعني واضح من التقرير أن يعني ما شاء الله مشتغلين وعلى قدم الوساق وفي فعاليات جامدة. حبيت الأفراد الميني. أيوة. شفتيهم يعني لابسين لبس المرور، ويعني واضح أنه تثقيفي بالدرجة الأولى. والحلو أنه بعد في
في اسبوع المرور انه خذوا يعني ما خصصوا بس حق الكبار حتى حق الاطفال خلوهم يشاركون في انشطتهم عشان من الحين يعرفون القواعد المرورية. حتى القرية المرورية لو لاحظتي أكيد فيها يعني أن الأطفال بيطبقون فيها قواعد الأمن والسلامة، شلون يرتدوا أو يعني شلون يستخدمون الشارع وغيرها من القوانين. إن شاء الله بتروحين؟ إن شاء الله بنروح. ومن غايتنا سلامتك الحين نروح مباشرة إلى درب الساعي مع مراسلنا أحمد الشمري اللي بينقل لنا الفعاليات الحاصلة بالصوت والصورة مباشرة. مرحبا يا أحمد، صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسعادة أخواتي في الاستوديو، معلش أنا عندي مشكلة في الصوت بسبة الهواء فما قاعد أسمعكم، إذا تسمعوني شيء جدا جميل. أنا متواجد الآن في أسبوع المرور الخليجي 29 لدول مجلس التعاون، طبعا مثل ما شايفين شوي هواء قوي لكن الحمد لله في إقبال من المدارس. طبعا في هناك عدة فعاليات، في منها فعاليات بالخارج في منها فعاليات في الداخل في الخيام. طبعا الفعاليات هذه في منها الكبار وفي منها الصغار. بعد شوي إن شاء الله راح تكون معي نافجة المنصوري احد الفتيات المسؤولات في قسم التوعيه المروريه، راح تعلمنا زياده عن الفعاليات اللي صايره. طبعا الفعاليات جدا جميله، الاسبوع هذا اسبوع مميز جدا، في اليوم راح يكون هناك بعد شوي ان شاء الله تكريم للسائقين القدامى، انتم كنتم تتكلمون قبل شوي عن التكريم. طبعا ان شاء الله رجال طبعا شيء اكيد انهم راح ياخذون المراكز الاولى في عدم المخالفات وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما انتم شايفين عندي الفعاليات وراي، في فعاليات برا وفي فعاليات داخل، فعاليات للاطفال في هناك قريه مروريه للاطفال جدا لفتت انتباهي وجدا جميله. القريه هذه تعلم الاطفال وتعطيهم ليسن بعد حق القريه المروريه، بس انهم من صالح لين 2014، يعني كل ما يصير في اسبوع مرور يقدرون يجون هالقريه ويسوقون. طبعا الليسن هذا ما تحصل عليه الا اذا كنت انت بارع في السواقه، وهذا شيء جدا جميل صراحه ويحفز الاطفال انهم يتعلمون. وطبعا الطفل مثل ما انت عارفين من يوم هو صغير تاسسه على شيء خلاص يكبر ويتعلم عليه. الاطفال كلهم ان شاء الله بكره راح يسوقون وراح يتعلمون، فعلشان كذا لازم احنا نثقفهم نعلمهم من يومهم صغار. هذا كان كل شيء بالنسبه لي، راح ارجع لكم ان شاء الله بعد شوي مع اختي نافجه نعلمكم اكثر عن هالاسبوع الجميل. يعني من الشيء المفيد انه يكون معانا حدا من هناك. يعطيك العافيه يا احمد، ما قصرت. وزاد انه يعني فعلا شيء جميل انه يكون معانا حد من هناك على اساس انه فعلا ينقل لنا ونعرف يعني شنو بالضبط الفعاليات والترتيبات اللي حاصله. لفت انتباهي انه قال ليس مروري حق الأطفال. وايد حلو أمانة. يعني نيلة من هني من هني إحنا نشتغل على شنها هويتنا، على ثقافتنا المرورية، فبالتالي هني الطفل تكبر مع هذه الثقافة وينصقل. ومن أسبوع المرور خلينا حين حصة نشوف مع مشاهدينا الكرام أنشطة الدوحة. أنشطة متنوعة، فيه يعني الـ الأنشطة الأدبية، في حضور المعارض. يعني أنا شخصياً مش راح أفوت معرض فرصتي، وطبعاً أسبوع المرور هاي درب الساعي لازم نروح. وبعد في نشاط إن شاء الله راح يبتدون في كرة القدم. حلو، خلينا الحين حصة أقول حقك وحق المشاهدين. سؤالنا لليوم: رحالة ومؤرخ بريطاني شهير زار قطر عام 1863 والتقى بالمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، من هو هذا الرحالة؟ من هو هذا الرحالة؟ الاحتمالات هي الاحتمال الأول ويليام بالغريف، الاحتمال الثاني ويليام شكسبير، الاحتمال الثالث ويليام هارت. إذا عرفتوا الإجابة تقدرون تتواصلون معنا على الرقم اللي تشوفونه أسفل الشاشة. طبعاً إحنا مشاهدينا بانتظار اتصالاتكم، ونبدأ الآن بتلخيص العناوين اللي أجمعت على إبرازها الصحف القطرية الصادرة صباح هذا اليوم.
ومن بينها اكتشاف حقل غاز جديد في الشمال بسعة 2.5 تريليون قدم مكعبة، كما أبرزت افتتاح سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر أمس معرض فرصتي للأسر المنتجة، إلى جانب تسليط المطبوعات اليوم الضوء على خبر الافتتاح المبهر لأسبوع المرور الخليجي. خلونا نشوف الآن باقي العناوين. نبدأ مع العرب. 35% توزيعات نقدية لمساهمي الدولي الإسلامي. 21,000 طالب يتنافسون في المسابقة المدرسية للقرآن، ينتسبون إلى 318 مدرسة. تدريب 350 من المستقلة على التحميل الإلكتروني للملفات المهنية للمعلمين وقادة المدارس. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني. وفي الراية نقل تبعية حديقة الحيوان للبلدية قريباً. لا تعديلات على قانون المرور. مقترح برفع سن التقاعد بالجامعة ل 65 سنة. إعادة كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قطر. الوطن عنونت 42 فريقاً في دوري مناظرات المدارس نظمه مركز مناظرات قطر. إغلاق 3 محلات لمدة شهر بالريان. 621 جولة تفتيشية على الأقضية. توسعة مستشفى القلب تبدأ أشغال في تنفيذها العام الحالي. مشاركة مميزة لمواصلات المعرض المروري. أجهزة تدريبية لإقناع الجمهور باستخدام سبل الأمن والسلامة. أما في الشرق 12,000 ريال بدل الإيجار للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود. إلغاء شرط عدم تجاوز 50 لصرف فرق القرض. لجنة عليا لمشاريع الجسور والأنفاق. فودافون قطر تطلق 8 مواقع استلام إضافية بمتجرها على الإنترنت. الأسبوع الشبابي الإقطري في لندن يستقطب الطلبة الإقطريين. تضمن جلسات نقاشية والعرض الإقطرية وعروضاً للتراث الإقطري. وصلنا الآن إلى مقال اليوم نيلة، واللي اخترناه من جريدة الراية للكاتب الإقطري جمال الفايز، حمل عنوان التواصل مع أبناء الوطن، وتناول فيه الأسبوع الشبابي الإقطري الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون، وتحدث عن حاجة أبناء الوطن في فترة اغترابهم عن الوطن إلى التواصل مع وطنهم، ومن أوجه هذا التواصل مع الإقطريين الدارسين في لندن إقامة الأسبوع الشبابي الإقطري، ونبه إلى ضرورة إقامة مثل هذه الأسابيع اللي تتواصل مع أبناء الوطن المغتربين في الخارج طلباً للعلم. وبعد المقال أنا عندي بعد خبر طريف، يلا أحب أقوله لك حق المشاهدين. اسمع. اللي هو لماذا تتعارك الكلاب عزكم الله عندما تلتقي؟ في باحث أمريكي قدم مؤخر إجابة لهاي الظاهرة السلوكية وأجرى تجربة عند الكلاب. هاي يقول إن هناك يعني في تواصل بين الحيوانات، وبالذات واختار الكلاب عزكم الله، عندهم تواصل عن طريق الشم. سبحان الله. يقول لك عشان يحددون طبيعة العلاقة بينهم، وعشان بعد شنو يحددون من هو الحيوان اللي يقدر يسيطر على الثاني. اتضح إن شنو اللي يتنفس أسرع هو اللي يسيطر، لأن ليش يعني لأن طريقة الشم عندهم طريقة سريعة وكانوا يتوترون، عشان شي كانوا هم يتهاوشون مع بعض. يعني من يشمون بعض يصير التوتر. التوتر ويتهاوشون مع بعض. يصير التحام. إذا بعد الفاصل مشاهدينا نروح لناصر سالمين في إدارة الجوازات، ونتعرف بعدها على الدراعة مع إلهام الأنصاري.
وصلنا الآن مشاهدينا لاتصالاتكم. السؤال اليوم واللي يقول: رحالة ومؤرخ بريطاني شهير زار قطر عام 1863، التقى بالمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، من هو هذا الرحالة؟ ألو؟ ألو، صباح الخير. صباح الورد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ معاكي مريم. هلا يا مريم، من وين تكلمينا؟ من مدينة خليفة. مدينة خليفة، مريم شلون صباحك اليوم؟ صباحنا ورد وفل وصباحنا تعالى. وصباحك مروري أيضا. الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. مريم، سمعتي سؤال اليوم؟ اه. طيب جوابك؟ ممكن تعيد الاحتمالات؟ أعيد الاحتمالات إن شاء الله. الاحتمال الأول ويليام بلغراف، الاحتمال الثاني ويليام شكسبير، الاحتمال الثالث ويليام هارت. ويليام بلغراف الجواب؟ اللي هو الاحتمال الأول إن شاء الله. إذا خليك متابعة معنا يا مريم لنهاية الحلقة إن شاء الله من الربحات. وحين معنا اتصال ثاني. ألو؟ ألو، السلام عليكم. صباح الخير وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ العنود أحمد. مرحبا العنود، من وين تكلمينا؟ من الدوحة. من الدوحة. عنود، شلون صباحك اليوم؟ والله صباحي الحمد لله بخير بذكر الله وبأسبوع المرور. أسبوع المرور، إذا متابعة أنت فعاليات أسبوع المرور؟ أكيد. وإن شاء الله بتكون لك زيارة؟ أكيد اليوم إن شاء الله. بروحك مع الأهل مع العيال؟ إي مع العيال إن شاء الله. إن شاء الله، يعني إن شاء الله نقول إحنا روح إن شاء الله موفقة. سمعتي سؤال اليوم؟ إي. جوابك احتمال الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الأول إن شاء الله. الاحتمال الأول. إذا العنود خليك متابعة معانا لنهاية الحلقة. وبعد في اتصال. صباح الخير، صباح رباح. صباح رباح، صباح النور. هلا مرحبا، من معاي؟ معك سعيدة من المرة. مرحبا يا سعيدة، من المرة قلتي لي؟ إيه. إذا سمعتي سؤال اليوم؟ إيه أكيد سمعتها. جوابك؟ جواب الإجابة الأولى. الاحتمال الأول؟ إيه. يعطيك العافية، خليني أسألك عن صباحك. شلون صباحك اليوم؟ الحمد لله. شلونك مع برنامجنا؟ الحمد لله. عندك فقرات مفضلة في برنامجنا؟ والله تثقيف عزائي وهي مواضيعكم مع دكتورة نور المناعي، يعني نعم. كل فقرات أحبها والله. يعطيك العافية ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد مع أسبوع المرور. يعطيك العافية. والآن مشاهدينا ولك أنت سيدتي بالذات، المرأة القطرية تحب كل ما يميزها في ملبسها ومأكلها وكل أمور حياتها المختلفة، ومن هذه الأشياء الدراعة القطرية. نتعرف أكثر على هالقطعة مع نيلة والهام الأنصاري. اليوم مع الأستاذة إلهام الأنصاري بنتطرق في حلقتنا إلى كيفية تطور الدراعة من القديم إلى الحديث. حياك الله معنا. يا هلا ويا مرحبا حبيبتي. يسعد صباحك. الله يسلمك حبيبتي. في البداية نبي نعرف شنو تعني كلمة دراعة. الدراعة في اللغة العربية الفصحى تعني ثوب من الصوف، كما ورد ذكر معنى الدراعة في المعجم الوسيط. هذه معنى الدراعة. هاي معنى الدراعة. نبي نعرف من شنو تتكون الدراعة القديمة والحديثة. الدراعة القديمة مثل ما بنوصفها مثل ما هي موجودة على أيوة المانيكان، تتكون من الأجزاء التالية: من البدن والتنفاية، أيوة، ومن الإبط. الإبط يكون بلون يكون بلون مخالف عن لون الدراعة. طبعا يكون لون مخالف، هو دائما يحبون أن يميزون اللون على أساس أنه يكون واسع وفضفاض على المرأة. نعم. والبدن طبعا هو الجزء الأمامي، أيوة، حق الدراعة، ولا الجوانب التنفاية، واليد وفتحة الرقبة بما يسمى بالجيب. هاي يسمونها الجيب، فتحة الجيب. نعم. نبي نعرف شن هي الأقمشة اللي تفضلها المرأة لعمل الدراعة القديمة والحديثة. الأقمشة لها مسميات. أول شيء نتكلم عن مسميات الأقمشة بشكل عام. في مسميات تعتمد على نوع القماش، ومسميات تعتمد على الزخرفة نفسها اللي في القماش. أنواع الأقمشة اللي كانت تستخدم قديما: قماش الململ، قماش الشال، الصوف، الكامري، الكودري، وكانوا يستخدمون في فشتة المخمل،
وفي أقمشة كانوا يستخدمون أقمشة بعد شوية ثقيلة مثل الكتان. أنت قلتي لنا أن هناك يعني في أقمشة كثيرة تعتمد على نوع التبوش وعلى نوع الزخرفة. أنواع الأقمشة اللي كانت تستخدم قديما المسميات طبعا سموها على حسب البيئة وعلى حسب البيئة الشعبية اللي كانوا عايشينها الأول. الأقمشة القديمة اللي سميت ببعض الزخارف عندنا زخارف مثل دق النيرة، وفي زخارف ما تشف السبع ورش المطر مطرق الشيوخ ورستة تمسيعيد. وطبعا هاي مسميات هم ألفوها على أساس أنه على البيئة الشعبية اللي كانوا عايشين فيها وعلى الزمان القديم. نبي نعرف يعني شنو المناسبات حق كل دراعة، حق الدراعة العادية القديمة وحق الميني دراعة. الدراريع القديمة طبعا تختلف، إذا كانت المرأة تقعد في البيت تلبس الويل أو الكودري أو الشال إذا كان شوي شتاء، وفي إذا كانت بتطلع طبعا تلبس الدراريع الثقيلة شوي في المناسبات، تكون يعني مطرزة بشغل ثقيل. هاي بالنسبة للدراريع القديمة. وطبعا الميني درة تغير اسمها حاليا بالميني دراعة. هو الدراريع القديمة أصلا كانت طويلة، سموها ميني دراعة لأن قصروها شوية فسموها ميني دراعة، وبنفس القصة القديمة بدأوا يشتغلون فيها. وناس ما يشوفون المشاهدين أن هذه الدراعات اللي موجودة، اي هذه الدراعة مثلا الميني دراعة، أيوة. احنا استخدمنا فيها القماش القديم اللي هو تشف السبع، وضفنا عليها التشكيلات الجديدة والزخارف الجديدة مثل المناظر والتطريزات اليدوية. وبعدنا بنعرف هل هناك يعني في الدراعات فيها قصات معينة القديمة؟ قديمة وحديثة. القديمة احنا قلنا ان في الاسماء المسميات المعروفة في الدراريع، المسميات هذه مثل بدن التنفاي الموجودة عندك هني، وعندنا بعد الكلوش اللي كانوا يلبسونه يعني واسع، ايوه وسيع من تحت، ونفنوف. النفنوف اللي مزموم مثل ما نشوفه على الدراعة الوردية هذه المفصلة، تكون فيها مزمومة من جميع الجهات عشان تكون واسعة وفضفاضة. وهذه الدراريع القديمة قصتها بسيطة يعني. بس ما قاطعت إلا بالخير، بس نراوي المشاهدين الجلابية الوردية اللي ورا. أيوة هذه الجلابية طبعا هذه اللي قلنا عنها، ايوه هذه اللي يسمونها النفنوف، هي عباره دراعه وسيعه فضفاضه. أيوة. لسهوله الحركه. هم الاول كانوا ما يسوون دراريع ضيجه على اساس المراه تكون تاخذ راحتها في البيت وهي تمشي، حتى في الذيل تحت تكون واسعه على اساس سهوله الحركه، واليد تكون طويله وفضفاضه، واحيانا تكون طويله توصل الاصابع يعني من طول اساس الستر، ستر المراه. نعم. والجيب مثل ما يسمونه فتحه الرقبه، يا اما تكون وسيعه طيب وتكون فيها زخارف، يا اما تكون فيها فتحه وفيها ازره تنحط على اساس التسكر. الازره طبعا يسوونها بعد يعني بنفسهم بطريقه، لها طريقه معينه في تركيب الأزرة. تركيب الأزرة. نعم. أنت تشوفين هل هناك في إقبال على الميني دراعة؟ حاليا قاموا البنات يلبسون طبعا يفضلون لبس الميني دراعة بشكل كبير، خاصة في المناسبات عندنا في رمضان. نعم. وفي الأعياد وفي المناسبات الثانية. بس نراوي المشاهدين الميني دراعة. نفس يعني هذه الدراريع اللي قاعدين نشوفها مشاهدينا هي دراريع قديمة، وفي بعد منهم الحديثة. أيوة عندنا هذه الدراعة، هذه الميني دراعة. أيوة. بس نرفع نراويها المشاهدين على الكاميرا.
الميني دراعة طبعا استخدمنا فيها الإقماش القديم المسمى بكف السبع، عبارة عن خيوط من الخيوط الملونة. نعم. دمجنا فيه اللونين، اللون الأزرق واللون الفوشي، ودخلنا فيه بعض التركيبات الجديدة، المناظر والأزياج القديمة اللي على أساس أنها تولف بين القديم وبين الحديث. شن هي الأنواع الأخرى من الملابس اللي تفضلها المرأة القطرية؟ في المناسبات؟ في المناسبات أو حتى في الأيام العادية؟ يعني الأول إحنا كنا نسمي مسمى الدراع، الأول طبعا ما عندنا جلابية، كانوا يسمونها الدراعة. نعم. الدراعة الحين حاليا تغير مسمى الدراعة بالجلابية. الجلابية هي تختلف عن الدراعة اللي شرحناها من المشاهدين. أي الجلابية طبعا تختلف بما أن شوي تكون مخصرة. أيوة. تكون شوي ضيجة، ما تكون مفضفاضة مثل الدراعة. الدراعة فيها المثلث اللي تحت الإبط، المثلث هذه يخلي يعطيك شكل شوي أوسع، غير عن الجلابية مثل ما تشوفها هني. نعم. ما فيها فتحة الإبط. الجلابية شبيهة تقريبا بثوب الرجل، الجلابية. نعم، يعطيك العافية الهام. الله يسلمك. إن شاء الله راح نستمر معك بعد في الأسبوع الجاي في حلقات ثانية في مواضيع ثانية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، الحين نروح مع زميلنا ناصر اللي يغطينا من الإدارات العامة أسبوعيا. ناصر اليوم موجود في الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين. نروح لناصر. صباح الخير ناصر. صباح النور. شكرا لك. وأنا فعلا في إدارة الجوازات، ولكن اليوم في الخاصة بالجوازات القطرية والبطاقة، استخراج البطاقة القطرية. ولكن مثل ما قالت أختي ليلى مشاهدينا الكرام، احنا فقرتنا الأسبوعية هذه من عندنا مشكلة تقنية. راح نرجع لك إن شاء الله ناصر. مشاهدينا بعد الفاصل راح نكون في قصة نجاح، خليكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا، بس بداية نعتذر عن قطع الاتصال مع زميلنا ناصر، تعذر علينا شوي، ما شاء الله من قوة الهواء مثل ما انتم عارفين، ويعطيه الصحة والعافية، يمكن نرجع له بعد شوي. والآن نعود لاتصالاتكم على سؤال اليوم ونعيده. رحالة ومؤرخ بريطاني شهير زار قطر عام 1863 والتقى بالمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، من هو هذا المؤرخ أو من هو هذا الرحالة؟ ألو؟ ألو؟ صباح الخير. وعليكم السلام والرحمة، من معي؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. بشرة. هلا يا بشرة، من وين تكلمينا؟ أم صلال محمد. أم صلال، بشرة شو أخبارك مع الصباح رباح؟ الحمد لله والله بخير. تابعين برنامجنا؟ باستمرار على طول. عندك فقرة مفضلة؟ فقرة الصحة، وايد حلوة. فقرة الصحة، وش جدولك هالأسبوع؟ عندنا أسبوع المرور. وأسبوع المرور بعد نتابعها على طول. حلو، يعطيك العافيه. اذا اجابتك بشرى على السؤال دام سمعتي؟ الجواب الاول ويليام بليغريف. يعطيك العافيه، تابعي معنا لنهايه الحلقه. وفي اتصال ثاني معنا. اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح النور. ممكن تعرفينا باسمك؟ ملأ. ملأ، من وين تكلمينا؟ من الوكره. ملأ، تابعين الصباح رباح؟ ايه. شنو اكثر فقره تحبينها؟ الازياء. الأزياء؟ إيه. شفتي الفقرة اللي الدراريع وايد حلوة. الدراريع حلوة، عجبتك؟ إيه. عرفتي إجابة سؤالنا؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الأول، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، تابعينا لآخر الحلقة. وبعد معنا اتصال آخر. صباح رباح. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح رباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الرضا، صباح الفل. الله يسلمك، من معنا؟ معك هداية. هلا مرحبا يا هدايا، من وين تكلمينا هدايا؟ من بني عمران. طيب سمعتي سؤال اليوم؟ اي أيوة والله سمعته. اجابتك؟ بس معلش، هو ويليام بليغراف. طيب بس بالنسبه لتاعت الازياء كثير حلوه.
يعطيك العافية. الزرقاء هاي آخر واحدة عرضتها كثير أعجبتني. حلو، هذه من ذوقك، وإحنا يعني يهمنا أصلا أن أنتم تتواصلون معنا ومع فقراتنا. شكرا يا هداية، يعطيك العافية. وبعد عندنا اتصال. ألو. ألو. صباح الخير. يا هلا، صباح النور. من معنا؟ معك مريم محمد صالح. مريم من وين تكلمينا؟ من مدينة خليفة. حياك الله يا مريم. مريم الله يحييك. نعم. شفتي فعاليات أسبوع المرور؟ نعم نعم. حضرتيها؟ جميلة والله، جميلة جدا والله. ما يمديها تحضرها يا نيلة؟ إن شاء الله اليوم. إيه أكيد أكيد. تقدرين من اليوم ليوم الخميس تحضرين فعاليات أسبوع المرور؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. عرفتي جواب السؤال؟ أي عرفت الإجابة الأولى، وإليام بالجريف. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، بس تابعينا لآخر البرنامج عشان تعرفين. مشاهدينا، خلصنا إحنا من اتصالاتنا حصة. الحين إحنا تكلمنا عن التركيز والانضباط والدقة تضامناً مع أسبوع المرور. فمشاهدينا هناك في دقة من نوع آخر، الفيديو اللي اخترنا لكم من اليوتيوب لطفل ينافس الكبار في رمي كرة السلة وإصابة أهدافه بمهارة عالية. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. بصراحة سوبر مهدف وهادف وما شاء الله عليه. نرحب بضيفتنا. يا هلا مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. بارك الله فيكم. ضيفتنا اليوم مشاهدينا استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وتميزا واضحا في مجال عملها، فهي من أوائل السيدات القطريات اللي أثرنا العمل التطوعي ووجدنا فيه حالة مختلفة وإيجابية للعمل. درست ضيفتنا العلوم في جامعة قطر، ودرست التربية والإرشاد النفسي، واجتهدت وثابرت حققت نجاح ملحوظ في عملها. الدكتورة أمينة الهيل خبيرة الإرشاد النفسي في المجلس الأعلى للتعليم ومتطوعة في منظمات المجتمع المدني. حياك الله معنا. أهلا وسهلا، وأنا يعني سعيد أن أنا أكون معاكم في هذا الصباح في قناة الريان، القناة الشبابية، القناة التي ولدت عملاقة. بارك الله فيكم. الله يسلمك. الله يسلمك. في البداية نبي نعرف عن سعيك وحبك حق العمل التطوعي. أنا كنت في البداية كنت في مدرسة علوم سنة 1984، كنت مدرسة علوم، وبعدين في سنة 1992 فتحت بالقرب من منزلنا جمعية قطر لذوي الاحتياجات الخاصة، فكنت
حبيت العمل التطوعي من خلال مشاركتي في هذه الجمعية، وكانت جمعية لذوي الإعاقة، وكنت إلى جانب عملي كمدرسة كنا نروح في الأعمال التطوعية في هذه الجمعية. طيب دكتورة، شو اللي جذبت يعني بالضبط يعني في هذه الجمعية وخلاتك فعلا تستمرين معهم إلى الآن؟ يعني أنا والله بصراحة كنت مدرسة علوم، وكانت تنقصني الخبرة في كيفية التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة، في كيفية التعامل مع أولياء الأمور اللي يجون الجمعية ويجيبون أطفال ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الجمعية، وكانت الجمعية كانت تعطي ورش، فأنا حبيت بصراحة العمل التطوعي من خلال ذوي الإعاقة ومن خلال العمل مع هؤلاء الأطفال ومن خلال جمعية قطر لذوي الاحتياجات الخاصة التي فتحت سنة 1992. العمل التطوعي شيء حلو والواحد يشارك فيه، بس احنا نبي نعرف شنو أهمية دور المرأة القطرية في العمل التطوعي في التطور والتقدم. طبعا افتتح مركز قطر للعمل التطوعي سنة 1901 بمرسوم من سعادة الشيخ سعود بن أحمد الثاني، وباشرنا العمل فيه سنة 1900 كمتطوعين سنة 1903. بصراحة العمل التطوعي عمل إنساني راقي، وبعدين احنا أول ما بدينا كان في العمل التطوعي، اليوم عندنا احنا فوق 9000 متطوع من جنسيات مختلفة، أعمار مختلفة، ثقافات مختلفة. يعني بصراحة جميل الإنسان يجد نفسه، لأن العمل التطوعي يلبي ويشبع رغبات الفرد بما هو يحب، لأنه أنت تتطوعين في أشياء تحبينها، يمكن هذه الأشياء اللي أنت تحبينها ما تجدينها في العمل أو في المنزل يعني. لكن أنا بصراحة وجدت الأعمال التطوعية جميلة ومقضية للوقت، كانت في بداية الأمر كانت مقضية للوقت، لا صرت الحين أنا أقتطع من وقتي علشان أروح الأعمال التطوعية. وأنا شاركت بعد في كذا عمل تطوعي وحبيت هالأعمال التطوعية. يعني أمانة أستشعر هالكلام في يعني هالشعور من كلامك دكتورة، وخصوصا لما قلتي يعني عمل جدا راقي المستوى، يعني تقولينا من قلبك. إيه نعم، وبعدين بصراحة يعمل على تنمية المجتمع، يعني في أمور مثلا ما تجبرش فيها الدولة، احنا نقوم بزيارات للمسنين، زيارات للطب النفسي، زيارات لذوي الإعاقة، نقوم بزيارة في المستشفيات، نعمل اللقاء فيما بين، تنظيم مؤتمرات، تشوفي جميع المستويات، تتعاملين مع جميع فئات المجتمع من يعني وأعمار مختلفة وتعليم مختلف، فيعني بصراحة عمل راقي إلى جانب متنوع. نعم. يعني في مجالات متنوعة لتنمية مهارات الفرد وتنمية المجتمع. ومن الواضح أن اسمحي لي نيلة أن يعني هذا التنوع في المجالات اللي ذكرتيها يعني أضاف لك الكثير. إيه الحمد لله. يعني هو شنو بالضبط أضاف لك في خطوات نجاحك؟ بصراحة العمل التطوعي أول شيء يعمل على تنمية المجتمع، ترابط المجتمع في أمور، أنت لما إحنا نروح المسنين، لما نروح إحنا نسد مثلاً في أمور تطوعية في تنظيم مؤتمرات ويكونون قطريين وشباب متطوعين، هذا شيء فخر لنا إلى جانب يعني مثلاً ما يخلي عند الإنسان فراغ. بعدين في ألفة فيما بيننا، تربطنا ألفة، يعني مثلاً غير ألفة العمل، في ألفة هنا التطوع، وبعدين التطوع في إلزام يعني أخلاقي، من أنا مثلا أنا لما أقول إني بروح مدرسة ولا بروح عمل لازم يكون يعني عندي أنا حب التزام. التطوع إن أنا ألتزم في العمل التطوعي. نعم. أنت ذكرتين إن أنت درستي علوم وبعدين درستي الإرشاد النفسي ورحتي بعثة للدراسات العليا من قبل الدولة. نعم. شنو هي أبرز العناوين في هاي المرحلة الدراسية؟ في المرحلة الدراسية اللي درستي يعني انتقلتي من العلوم للإرشاد النفسي. طبعاً كنت مدرسة علوم من سنة 1984، وكنت متفوقة يعني متفوقة في دراستي من الابتدائي إعدادي ثانوي، وكنت أدرس بعد عيال الفريج وأنا في المرحلة الثانوية. حلو. يعني هذه أصلاً أشياء موجودة عندنا، وإحنا الأعمال التطوعية موجودة عندنا يعني نقوم فيها. في ديننا أساساً. يعني في ديننا، ومن الله خلق الإنسان، الإنسان يحب الخير لأخيه الإنسان، والإنسان يتعامل ويتعايش مع
مع مجموعة من الناس طبعاً، ما يعيش الإنسان منفرد. أكيد. فبعدين سنة 1984 كنت مدرسة علوم أحياء وكيمياء، ودرست كيمياء في ثانوي وأحياء في ثانوي، بديت من أول ابتدائي كنت ندرس. بعدين من المشاكل الطلابية وكيفية التعامل مع الطلاب ومع الأسر، طبعاً كنا نحتوي الطالبات بحكم أن احنا مدرسات لهم، فحبيت عملية الإرشاد النفسي ودرست العصر. طول 9 سنين كنت أنا طالبة، دبلوم عام، دبلوم خاص في الإرشاد النفسي، دبلوم خاص، دبلوم خاص في الإرشاد النفسي، والحمد لله تفوقت وخرجت بعثة من قبل دولة قطر إلى جمهورية مصر العربية، ودرست في الإرشاد النفسي، والحمد لله كانت سهالات يعني الدراسة. وأهم شيء أن الإنسان يكون متمكن، تمكن علميا بحيث انه هو عنده الرغبه انه يتعلم. نعم. شكرت لك انا دكتوره امينة، والكلام معك ما يمل امانه، وان شاء الله يعني نستضيفك في حلقات اخرى. يعطيك العافيه. والان مشاهدينا نعود لاحمد الشمري في درب الساعي وفعاليات اسبوع المرور. معنا احمد. السلام عليكم خواتي في الاستديو، رجعنا لكم مره ثانيه هنا من اسبوع المرور. احنا متواجدين الان في احد الخيام اللي فيها المشاركين، في منها الاخويه، في منها الدفاع المدني، وعده من الجهات المشاركه. معايا اخت نافجه المنصوري، خلونا ندردش معها شوي اكثر عن هالاسبوع. مرحبا وسهلا نافجه. نافجه صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. نافجه، بالبدايه كلمينا عن هالاسبوع هذا، وش اللي ميزه عن السنوات اللي قبله؟ هالاسبوع بيكون فيه ان شاء الله قريه المروريه وفرت المرور حق الاطفال، اللي هو تعليم عن الاشارات المروريه السواقه، واللي خلص ينجح في السواقه في القريه المروريه يعطونا ليسن للقريه المروريه ليسن الجايه. فامس من الاطفال اللي جونا كم مره يعني 4 مرات يجرب القريه المروريه بس يقول لي ابى احصل ليسن انا. يخسر ويرجع يعيد من اول جديد. ويرجع يعيد 4 مرات بس ابى احصل الليسن انا. طبعا الليسن ما يقدر يسوق الا في القريه. بس القريه المروريه، ليسن مخصص للقريه المروريه للسنه الجايه. طيب وكلمينا بعد عن الفعاليات، انا سمعت انه بعد في اشياء ترفيهيه للكبار بس مو بالصغار. في 7D اللي هو سينما محاكاة الواقع، سينما مجهزه كامله اللي هو ينعرض لك فيلم كانك انت موجود في الفيلم نفسه. في مؤثرات صوتية، مؤثرات نفس المطر، هواء، في أشياء تتحرك، كل شيء. طيب القرية التراثية كلمينا عنها. القرية التراثية في الأسر المنتجة فيها، وفي الخيل، ركوب الخيل، وفي الهجن أتوقع، ولا الشقب، أيوة موجودين هناك، وفي مطاعم. أكلات شعبية طبعا. في أكلات شعبية وفي كوستا وفي مطعم للي يبون يأكلون في أي وقت يعني موجود، هو مفتوح. طيب نافجة، اليوم في تكريم للسائقين القدامى، كلمينا عن هالتكريم. هو تكريم للقدماء، هو يقام كل سنة بس هالسنة إن شاء الله راح يكون مميز، يعني من كل المسؤولين قالوا لنا هالسنة حيكون غير مميز عن السنوات اللي طافت. زين، انت برايك من اللي ياخذ في خلي عن التكريم الحين نتكلم. احنا دردشنا انا واخواتي في الاستديو من قبل شوي، دردشنا عن المخالفات، وفي تكريم للشخص اللي ما خالف. برايك الشخص هذا واحد ولا واحده؟ يعني ما لا تجاملين على اساس ان انت بنت، قولي الصدق. لا واحده، هو اكيد واحده. ما اللي طافت خذتها واحده. ايوه، ما خالفت ولا مره من اول ما ساقت، ولا مخالفه ولا شيء في سجلها يعني المروري. طبعاً في شباب ما خالفوا بس انتم الظاهر انكم ما لقيتوهم. طبعا انا اعرف وايد شباب ما خالفوا، انا واحد منهم يعني، لكن الظاهر لحد الحين انتم ما طلعتوهم. الظاهر للحين ما لقيناهم يعني، بس انت تدلنا عليهم. احنا شباب نستحي نطلع يعني، لو احنا ما نستحي كان على طول يعني طلعنا، وهذا عرفت ان احنا الشباب اكثر يعني توعيه منكم. عطنا نروح لهم ان شاء الله. طيب كلميني عن الاطفال ومشاركتهم هنا واقبالهم، شلون شفت اقبال الاطفال، اندفاعهم على تعلم اشياء عن المرور، تعلمهم؟ ما شاء الله اشوف انا حماس، وفي الاطفال مستمتعين، واشوف كل واحده تسحب رفيجتها من قبل شوي ترويها اشياء، شلون شفت اقبالهم؟ الاطفال هم مستانسين لانهم يعني انت الطفل هو من صغير يقول لك انا بستوي شرطي نفس ابوي، فتشوفهم مستمتعين في المكان يعني كله شرطه. الاخويه هم يحبون سيارات الاخويه، يحبون الاخويه وايد، فعندنا عده جهات هني من المحببه للاطفال يعني يحسونهم قدوه لهم يعني. في تعب هالاسبوع؟ هو تعب بس ممتع التعب يعني، اذا كلها الاقبال احنا نستانس، اذا شفنا هالاقبال يعني راحه نفسيه تحس عقب هالاقبال. طيب في انا شفت تعليم السواقه سيارات صجيه،
شلونها؟ ايش سالفته؟ مدرسة سواقة اللي هو مدرسة قطر للسواقة جايبين مصقر لهم هني اللي هو تعليم السواقة. يقدرون يعني تعليم سواقة مصقر لهم يتعلمون فيه. أنتم قسم التوعية، شنو دوركم بالضبط؟ احنا محاضرات للأطفال، توعية مرورية للأطفال. يعني الجيل الجديد مش ما عندهم توعية كافية للمرور. فالطفل إذا عديته من الحين خلاص بيكون معاه لين يكبر هذا الشيء. صح، تأسس الطفل هو اللي يعلمه. قاعة المحاضرات كلميني عنها، أنا مش حضرت أحد كان فيها أظن أطفال يقدمون وأغاني ومدارس، وأيضا سمعت أن فيه عد القصيد حق الأطفال، وطبعا اللي فاز بعد القصيد كان من الشحانية، مدرسة الشحانية، كلمينا عنهم. مدرسة الشحانية كانوا معانا والله من بداية قبل أن نبتدي الافتتاح، كانوا معانا تدريبات ثلاث من الأولاد من مدرسة الشحانية يعدون القصيد حق الافتتاحية. هم اللي فازوا بعد؟ هم لا، كانوا الافتتاحية حق أسبوع المرور عد القصيد اثنين وقبلهم واحد صغير، يعني صغار في السن كلهم. الله يعطيكم العافية وما قصرتوا، وصراحة يعني هالأسبوع جدا جميل وفعاليات فيه جدا كثيرة، يعطيكم ألف عافية ومشكورين والله، يعطيكم العافية على هالجهود هذه الجبارة، يعطيكم ألف عافية. مشكور الشيخ. خواتي هذا كان كل شيء بالنسبة لي، نرجع لكم في الاستديو. يعطيك العافية يا أحمد، ما قصرت، ونيلة يعني حست شيء في محلة سبحان الله. أي نعم، إن اللي راح تكرم هي يعني سيدة وما خالفت ولا مرة. وبس في النهاية شبابنا وبناتنا يعني يتساوون طبعا في هذه الحقوق والواجبات، وأكيد أنا متأكدة أن فيه يعني رجل أو شاب أكيد أنه يعني مخالف مثل ما قال أحمد. أكيد. والآن معنا اتصال لسؤال اليوم. ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور. من معاي؟ سمر. من وين تكلمينا؟ من الغراسة. سمعتي سؤال اليوم؟ سمعت الاحتمال الأول. الاحتمال الأول جوابك؟ ويليام بلغراف. يعطيك العافية وتابعي معنا لنهاية الحلقة. ومعنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. ممكن تعرفينا باسمك؟ سهى. سهى، من وين تكلمينا؟ من اللقطة. حياك الله يا سهى. سهى، الله يحييك يا رب. هلا، شلون صباحك اليوم؟ والله صباحنا وصباح الملك لله. نعم. أنت تسوقين؟ لا، بس عندي رخصة. يلا ان شاء الله تسوقين في الايام الجايه. حضرتي اسبوع المرور؟ ان شاء الله بنحضره. ان شاء الله. عرفتي جواب سؤالنا اليوم؟ والله الاجابه الاولى ويليام بلغراف. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، تابعينا لاخر البرنامج. وفي اتصال اخير. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معي؟ فوزيه. مرحبا يا فوزيه، من وين تكلمينا؟ من عين خالد. من عين خالد، سمعتي سؤال اليوم؟ اي، الجواب ويليام بلغراف اللي هو الاحتمال الاول. وشلون صباحك معنا في صباح رباح؟ وايد حلو. شلونك مع فقراتنا؟ عندك فقره مفضله؟ والله هو البرنامج كله حلو. يعطيك العافيه، تقديمكم احلى. الله يسلمك، يعطيك العافيه، وتابعي معنا لنهايه الحلقه. والان مشاهدينا عندنا مسارك. مسارك هو تطبيق فريد من نوعه، متخصص بمراقبة حالة المرور في قطر. هذا هو مسارك. يوفر هذا التطبيق المعلومات الآتية اللي تمكن المستخدم من اتخاذ قرارات القيادة الذكية على أساس الظروف المرورية الحالية، مما يساعد أيضا على التنقل بكل سلاسة وتجنب الطرق المزدحمة والإجهاد أو الوصول متأخر إلى يعني الوجهة اللي رايحة. يقترح عليك هذا أو يقترح عليكم هذا التطبيق 5 وسائل لمراقبة حركة المرور. من جهة يمكنك يمكنكم أيضا إلقاء نظرة عامة على خريطة المرور في قطر، أو الاطلاع على حركة المرور يعني من حولكم. ومن جهة أخرى يمكنكم من معرفة الطرق المزدحمة في الشوارع. مثلا هاي الخريطة الكاملة حق الدوحة بالضبط ومناطقها. وبنحصل في هذا التطبيق ان في خطوط ملونه. الخط الاحمر يدل ان في زحمه، هاي الزحمه الشديده. والخط الاخضر الفاتح يعني الزحمه القليله، والازرق بعد. ويقدرون يعني يعرفون بالضبط وين المسار اللي هم رايحينه عن طريق هاي الخريطه والابلكيشن اللي موجود. طبعا حلو ان هذا الابلكيشن ينزل تزامنا مع اسبوع المرور، وبيساعد وايد يعني مرتادين او مستخدمين الشارع على اساس فعلا انه يتفادون او يتقيدون ببعض الطرق.
طبعا هذا التطبيق تم تطويره بواسطة مركز قطر للابتكارات التكنولوجية بمبادرة من وزارة البلدية التخطيط العمراني. الآن وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونون مشاهدينا أنكم استمتعتوا واستفدتوا منها، نوعدكم إن شاء الله بأفكار وفقرات أخرى بكرة. طبعا قبل ما نختم أول شيء عندنا رابحة لهذا اليوم، ممكن بس نيلة تختارين؟ اي امس انا ما خليت دعاء، اليوم بخليت اختار يلا نشوف من اللي فايزه معانا اليوم. طبعا الجواب الصحيح هو الاحتمال الاول، ويليام بلغريف. الف مبروك لل فوزيه من عين خالد. الف مبروك يا فوزيه، وريهم الاسم بس. هاي فوزيه من عين خالد. طبعا تواصلوا معانا مشاهدينا على صباح دوت رباح @ريان دوت تي في، وعبر صفحة قناة الريان على الفيسبوك. لكن قبل ما أنهي، أنا عندي قسم مروري راح أقسمه. هذا القسم يقول، هذا هو لسني، القسم يقول لنقف ولي ننتبه ثم لنسير، قف انتبه ثم سر. هذه فعلا لنقف على هذه المسؤولية، مسؤولية الأمن والسلامة، وننتبه لي سلامتنا وسلامة الآخرين، ولنسير ولنمضي برعاية الله، فسلامتكم فعلا هي غايتنا. نشوفكم إن شاء الله باكر.